مفروض انه بيهبط او هيهبط على سطح المريخ بعد قليل، مسبار انسايت ده اطلقته وكاله الفضاء الامريكيه ناسا، ويمكن كان تم اطلاقه من مايو اللي فات، ومن المفترض ان احنا نشهد تقريبا في دقائق بحسب توقيت القاهره هبوطه على سطح المريخ. خليني اقول لحضراتكم انه من المفترض انه زي ما ذكرت انه هيهبط على سطح المريخ، هيثبت جهاز اسم او بيسمى SEIS، ده لقياس الزلازل وحركة الصخور في باطن الكوكب أو في باطن المريخ. وبتشير الوكالة أن الجهاز يكون الأول من نوعه من 40 سنة تقريبا، وده هيستمع لنبض الكوكب أو نبض المريخ زي سماعة الطبيب كده. هم حتى أشاروا أن هي هتبقى زي سماعة الطبيب بالنسبة لغرف التحكم من بعد وصول هذا المسبار على سطح المريخ. مفروض هتبدأ عملية هبوط المسبار الساعة 11 إلا تلت بتوقيت موسكو، و بعد 7 دقائق هيدخل الغلاف الجوي للكوكب أو للمريخ، وبعدين هيطلق مظلات كبح السرعة تقريبا الساعة 11 إلى 10 أو 10:51 زي ما هم قايلين تحديدا، ده بتوقيت موسكو برضو، وهيلامس سطح الكوكب بعد 3 دقائق. هم قبلنا بساعة، يعني احنا تقريبا بعديهم بساعة، يعني دلوقتي الساعة 10 إلا ربع، هم هناك 11 إلا ربع. فاضل قد ايه تقريبا؟ فاضل تقريبا 12 دقيقة ويبث المسبار أول إشارة لبداية هبوطه على سطح المريخ. احنا معانا صورة مباشرة من هناك اللي حضراتكم بتابعوها من غرفة التحكم، ولو وصل واحنا على الهواء اعتقد هنعرف ننقلها لحضراتكم، وصول المسبار انسايت على سطح المريخ.